ما دفعش المؤخر لحد دلوقتي، وطليقته قالت له أنا صبرت عليك كتير. استلفه من إمام، ما هو لسه واخد 50,000 دولار، وبعت لي الفلوس أنا محتاجاهم. قال لها ملكيش عندي حاجة، وأعلى ما في خيلك اركبي. خناقة كبيرة بين كهربا وسارة خليفة، وكله بسبب المؤخر. يا ترى إيه اللي حصل؟